وصل الإسلام إلى الهند خلال قرن من بزوغ فجره، حيث وضع المسلمون أقدامهم على الأراضي الهندية قبل أن يطأ أقدام محمد بن قاسم وجيشه من الجزيرة العربية إليها عام 725 ميلادية. وتتجلى العصور الماضية من خلال الهجمات التي شنها الملوك والقواد على الهند، وذلك بعيون تسعى في نهب الثروة الهندية الطائلة. إلا أن المثقفين قد نزحوا إلى الهند بحثا عن السلام والهدوء الروحي. ومن أشهر ما ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهند هو هبوب الرياح المنعشة من هناك، وبذلك كانت الهند تعرف كموطن للمعرفة والهدوء في غرب آسيا وأفريقيا والمجتمع العربي، وذلك منذ بداية القرن الإسلامي. أعتقد بأن تاريخ ارتباط المسلمين بالهند يعود إلى أكثر من قرون، ففي الواقع أعتقد، وهذه الحقيقة معترفة بها في التاريخ، أن أكثر من 99% من مسلمي الهند هم من أصول هندية، وقد اعتنقوا الإسلام عبر مر العصور والأيام. وبينما تجد الهندوس في الهند، فإنك تجد المجوس وجماعة السيخ والطوائف الأخرى، بالإضافة إلى المسلمين أيضا، والذين يشكلون ما يقارب 21% من مجموع سكان الهند. وفي ضوء التاريخ العريق لتعايش الهندوس والمسلمون معا في بلد واحد، فإن التقسيم الذي طرأ على البلاد عام 1947 ميلادية كان بمثابة صدمة كبيرة لمسلمي الهند، فكان ذلك لمحة امتحان بالنسبة لهم، لأن تقسيم البلاد طرأ على أساس نظرية دولتين مستقلتين، والتي اقترحها حزب العصبة الإسلامية بقيادة السيد محمد علي جناح. كما لحق بالطائفتين الأذى الجسدي، وانجرحت مشاعرهما التي لم تضمد إلا بعد عقود، حيث وجد الهندوس والمسلمون في ظل التعايش السلمي الذي كانوا يعيشونه عبر القرون منقسمين كدولتين منفصلتين. وهاجر بعض المسلمين إلى باكستان، تاركين وراءهم بعض أشقائهم المسلمين بحثا عن حياة أفضل. وقام غاندي وجواهر لال نهرو ومولانا أبو الكلام آزاد ببث روح الأمل في مسلمي الهند لكبح جميع التحديات التي كانوا يواجهونها. لا يواجه مسلمو الهند إلا التحديات التي تلي بعضها البعض، وهي تشبه وكأنها كتلة من التحديات. ولكن ما حدث عقب تقسيم البلاد، وخاصة في الجزء الشمالي من البلاد، حيث أن الطبقة المثقفة من المسلمين والتي كانت تتمتع بأثر هائل قامت بالهجرة إلى باكستان، ونتج عن ذلك بأن بقي في الهند نوع من الطبقة المسلمة التي كانت مجردة من تقاليد التعليم وحب المنافسة. ولذلك فإنه ينبغي على المسلمين التغلب على ذلك، حيث بدأوا يسيرون تجاه التغلب على ذلك تدريجيا. إن رسالة الأمل التي وجهها مولانا أبو الكلام آزاد كانت بمثابة تلخيص لفصاحة خطابه، والتي أقر فيها قائلا: أفتخر بأنني هندي، وأنا جزء من الوحدة الوطنية للهند التي لا تتجزأ، وجزء هام للصرح الهندي الفخم، وبدوني لا يكتمل الهيكل الهندي الرائع، فأنا عنصر هام لبناء الهند، ولن أتراجع عن هذا الإقرار. لقد كان مولانا أبو الكلام آزاد محبا حقيقيا للوطن الغالي، فقد وقف حياته كلها في خدمة البلاد، وعمل بموجب ما قد صرحه بأنه جزء لا يتجزأ عن الهند. وأظن بأن كل مسلم هندي هو كذلك أيضا، كما أن مساهمة مسلمي الهند عبر أكثر من 1000 سنة
تعتبر باردة في مختلف الميادين، لأنهم قدموا التضحيات وعاشوا وماتوا هنا. ولا أجد أي دافع لعدم مواصلتنا لوحدة البلاد التي لا تتجزأ. لم يشهد التاريخ مثل هذا، ولن تظهر دولة تتمتع بما تتمتع بها البلاد من مزيج جميل من الديانات والطوائف واللغات والثقافات. وإنه ليكون من بالغ الحزن القيام بإعاقة هذه المسيرة، لأنها تعتبر نوعا فريدا لم يشهد التاريخ، ولن يشهد ذلك في المستقبل أيضا. إن انفعال مولانا أبو الكلام أزاد للبقاء في الهند تعرض وتظهر بأنه سواء ظل هنا أو عبر حدودها، فإنما كان يقصده أن هذه دولة كبيرة يعيش فيها شعب يقدر القيم البشرية ويتمتع بتقاليد وتراث عريق لا يجب تقسيمه وتفكيكه على الإطلاق. كما أن ثقة مولانا آزاد في اتحاد المسلمين والهندوس كانت صلبة جدا، حيث أعلن قائلا: لو نزل ملك من السماء وأعلن بأن الحرية سيتم الحصول عليها بشرط الاستغناء عن اتحاد المسلمين والهندوس، ففي هذه الصورة سأستغني عن هذه الحرية. فهو يمثل في اعتقادي شرف وقار البلاد، فأنت تدرك شخصيته أو شخصية نهرو أو غاندي، حيث قد تستطيع أن تلقي عليهم اللوم لخطأ في سياستهم، ولكنك لا تستطيع أن تلقي اللوم عليهم لعدم اهتمام بوحدة البلاد. وعلى كل حال، فبعد هجرة بعض المسلمين بسبب سياسة التقسيم التي ناشد بها حزب العصبة الإسلامية، فإن زعماء الهند قد انهمكوا في تقديم صورة علمانية لنظام الحكم بعد الحصول على الاستقلال لحبك البلاد في مجموعة شاملة يتمتع فيها جميع المواطنون بحقوق متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية. فكان هذا بمثابة فرصة لمسلمي الهند للقيام بدور بارز وإيجابي في بناء هذا الوطن. واجتاح على مسلمي الهند ظلام لم يتمكنوا خلالها معرفة كيفية مواجهة التحديات الناجمة في ضوء الأجواء السائدة آنذاك. ومن دواعي الفرح أن تثبتت الهند بالتزاماتها تجاه النظام الديمقراطي والعلماني. إن للتاريخ أثر دائم في حياتي، حيث أتأثر بتاريخ العهد الماضي البعيد، أي ما قبل 400 سنة أيضا، وذلك بأيام الإمبراطور أكبر الذي يلفت نظري دائما، وذلك كشخصية بارعة ومتميزة، لأنه غرس في الشعب الهندي جذور التوحيد والوحدة الوطنية، حيث أن الأسباب دعت إلى ظهورها حتى في تلك الأيام، وللميزة العظيمة للعدل الاجتماعي الذي أهداه لشعبه. وحتى الآن يتذكر الناس إنجازات هذا الإمبراطور العظيمة. ففي الواقع أن المغوليين كانوا متحفزين، حيث استطاعوا إنهاء عدوى الحرب السائدة لدى الأمراء والملوك الهنود، ولعب أكبر دورا هاما في ذلك أيضا، وكذلك في تأسيس الانسجام الطائفي، كما أن الوحدة الحقيقية قد أنشئت أيام الإمبراطور العظيم أكبر. فأصبحت الهند دولة علمانية بعكس دولة باكستان التي نهجت النظام الإسلامي بعد حصولها على الاستقلال، كما ساهم مسلمو الهند بكل فعالية في الحركة الهندية الوطنية، ومن أبرزهم مولانا آزاد ومولانا رفيع أحمد قدوي والدكتور ذاكر حسين الذي حصل على منصب رئاسة الهند فيما بعد. إن دستور الهند هو دستور علماني، ولذلك فإنني أعتقد بأنه عندما يتم إعلان الدستور العلماني للبلاد، فكيف يمكن لأي بطل سينمائي أو أي شخص آخر وحتى أنا أن يكون لي تأثير على ذلك؟ فإنه لا يوجد لي أي أقارب في باكستان، فلماذا أكون مواليا لها؟ وعلي أن أكون مع بلادي، وإذا ما تم سلب موالاتي لبلادي مني فماذا سأصبح بعد ذلك؟ فأين سأعلق نفسي؟ هل أعلق نفسي في الهواء؟ لذا فإنه يجب علي أن أنتمي إلى دولة ما، وإذا ما أراد أحد أن أشعر بأنني لست جزءا من أجزاء هذا الوطن ببعض الشعور والإحساس، فإنني سأكافح ذلك وبشكل نفسي، لأنني جزء لا يتجزأ عن هذا الوطن والذي يسعى إليه كل فرد،
وأظن بأن هذا الشعول لم يظهر إلا بسبب التقسيم، فبالطبع أن التقسيم كان ينبغي ألا يحدث في شبه القارة الهندية على الإطلاق، وأظن بأن شبه القارة الهندية كانت موطنا للجمال إلا أنه سلب منها ذلك. ولكنني أريد أن أوضح بأن مسلمو الهند ينتمون إلى هذه البلاد بكل تأكيد، هذا ما يطلق عليه الهند وأنا واثق من ذلك، والتمس من جميع زعماء ورؤساء مختلف الطوائف والمجموعات الدينية المختلفة الحفاظ على هذه التشكيلة الفردية للبلاد وعدم إهدارها لمصالح فردية. فدعوا الهند تكون على ما هي عليها ودعوها تنمو باتحاد المسلمين والهندوس ليسيروا مع بعضهم البعض لرفع سمعة البلاد كما يعمل عليه لاعبي الكركت والفنانين الكبار. وكانت زوجتي أول من تحصل على جائزة دولية لتمثيلها البارع في فيلم أم الهند، وكانت مسلمة ولم يكن يطلق عليها ذلك لأنها اتسمت بكونها فنانة هندية ساهمت في حصولها على تلك الجائزة. ويفوق عدد سكان المسلمون في الهند على عددهم في باكستان وبنغلاديش، وهم في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا من حيث العدد. وخلال أحداث التقسيم ومهاجرة العديد من المسلمين المثقفين إلى باكستان وذلك في أعداد كبيرة، لم يبق خلفهم إلا بعض أصحاب الحرف اليدوية وأصحاب الأراضي الصغيرة، فكانوا يواجهون عددا من المشاكل لعدم حصولهم على التعليم الحديث، فقد قل نسبة تمثيلهم في الوظائف بسبب هجرة العديد منهم إلى باكستان، واختلعت جذور المسلمين والهندوس من مسقط رأسهم. في ضوء الاضطرابات الطائفية تبان التقسيم والهجرة من جهة إلى أخرى. بدأ عدد كبير من المسلمين المتواجدين في الهند يترنحون أيام التقسيم، إلا أنهم يستحقون كل التقدير والاحترام لثباتهم وقوة عزمهم في الصمود أمام جميع الأزمات، وهذا ينم عن حبهم للوطن الأم، كما لم يكونوا منتظمين حيث فقد العديد منهم أراضيهم التي كانوا يمتلكونها بعد أن تم إلغاء نظام امتلاك الأراضي، فبذلوا قصارى جهودهم للحصول على وضع مرموق لهم ولتوفير الرزق لأسرتهم. كما أن البيئة الجبلية للحرية وقبولها العام من قبل أشقائهم المواطنين كان بمثابة عطية وهبة بالنسبة لهم، وعلى الرغم من العمل الجاد فقد بدأوا حياتهم عن طريق مهارات في صناعة الأدوات النحاسية وصناعة الزجاج ونحت الأخشاب وممارسة التجارة. وكان الفلاحون يشكلون جزءا كبيرا من المسلمين المنتشرين عبر مختلف القرى الهندية وحتى في القرى الصغيرة النائية، حيث لا يوجد فرق شاسع في طريقة لباسهم وطعمتهم، فقد كانوا حقا أبناء الجذور الأرضية العميقة للتقاليد الهندية. وكانت هذه الطبقة الكبيرة تتجنب عن التصويت أيام التقسيم بسبب أن نظام الحكم البريطاني كان يمنع حق التصويت للبالغين أيضا. وقد كانت المعاهد العلمية متفرقة خلال تلك الأيام، ولم تكن إلا بعض المدارس المتوسطة في بعض الأحياء الكبيرة، والتي كانت بعض السلطات المحلية تتولى أمور إدارتها، وكان التعليم منحصرا على بعض المكاتب والمدارس الإسلامية عند المسلمين والمدارس التي تسمى بباتشالا عند الهندوس. بإمكانك أن ترى بأن القائد المسلم لا يطالب إلا بضرورة الحصول على التعليم لجماعته، حيث يعتبر التعليم بضاعة أساسية وله قيمة أيضا، والشخص غير المثقف لا يستطيع أن يرى شيئا لأنه يعيش في الظلام، والمثقف يرى ويدرك كل شيء لأن الأنوار متفتحة. ولذلك فإن التعليم يجب أن يتم وضعه في مقدمة كل شيء. إنني أتفق معكم بأن الشباب المسلمين ينبغي عليهم الحصول على التعليم المناسب، ولكنني أخالفكم في هذا القول بأن تعليم المدارس لا تعتبر جيدة، حيث أنها توفر وتقوم ببناء الصرح الأخلاقي العالي في الحياة، وبعدها فإن على الطلاب اختيار الطريق الصحيح، كما أن المدارس تتولى بمسؤولية تعليم علم الكمبيوتر هذه الأيام ولدي مختبرات علمية وما إلى ذلك. إن المدارس كانت ولا زالت فقيرة، حيث أنه يتم تسجيل أسماء أبناء فقراء المسلمين فيها،
فخذ قريتي على سبيل المثال، فإن التعليم في المدرسة هناك لا يعطى إلا لثلاثة ساعات فقط. وعندما نحاول أن نلقي الضوء على التاريخ الإسلامي، فإن كبار علماء التاريخ اعترفوا بأن الإسلام قد جلب النهضة في أوروبا، وأن هذه المدارس قد ظهرت على مسرح الوجود في القرن الثامن أو التاسع أو العاشر أو الحادي عشر، فبدأت كجامعات ومعاهد اعتبارا من بغداد إلى كازغوة. وحتى هذه الأيام فإن الزي الأكاديمي الذي يتم ارتداؤه في الهند، كان علماء المسلمين يقومون بارتدائه عند قيام بتقديم أو عرض كل ما قد قدمه الإسلام للعالم. فقد أهدى الإسلام هذا العالم صورة البحث والتفتيش والعلوم والتكنولوجيا. وقد تغير السيناريو بعد حصول الهند على الاستقلال، حيث أسست بعض المعاهد الكبيرة في القرن التاسع عشر الميلادي، مثل جامعة أليكرا الإسلامية والجامعة الملية الإسلامية التي أسست عام 1920 ميلادية، والتي كانت توفر التعليم العالي في دلهي لأنها من مناهلها الطبقة الممتازة. وبعد الاستقلال تغيرت صورة التعليم في الهند بشكل سريع، حيث انتشرت المدارس الابتدائية والمتوسطة في مختلف مقاطعات البلاد، وبدأ المسلمون يرسلون أبنائهم إلى المدارس الجيدة للحصول على التعليم العالي. وعندما أدرك المسلمون بأن حصولهم على التعليم التقليدي لن يجدي بفوائد جمة في المستقبل، بدأوا يستعدون لتلبية المتطلبات الجديدة. وبدأت بعض المدارس الإسلامية الكبيرة بإعادة النظر في مناهجها الدراسية، نحو مدرسة دار العلوم ديوبند وندرة العلماء بلكنو، وبدأت تضيف بعض مناهج التعليم الحديث محتفظة على أسس الطريقة الكلاسيكية، حيث نرى بأن الكمبيوتر قد بدأ يجتاح على هذه المدارس بشكل واسع. إن التحديث يعتبر صورة مرتبطة بالمجتمع دائما، فسواء كانت الباشالة التي تتولى مسؤولية تقديم التعليم للهندوس أو المدارس الإسلامية، فإنه يطرأ عليها التحديث أسبوعيا، فيتم تزويدها بالعلوم الحديثة والتعليم الحديث، حيث قامت حكومة ولاية اترابرديش والحكومة المركزية بتقديم عدد من الكمبيوترات الأردية لتلك المدارس ووحدة البرمجة المركزية جزء منه. إن فكرة التحديث وما يعتبر بكونه حديثا والنظر إليه بنظرة الإسلام، فإنني أظن بأنه مزيج من الأفكار على المستوى الفيلسوفي، فإن هناك عوامل رئيسية مشتركة بسبب فكرة ما نعتبره حديثا وما هو بعين ذاته، فإن كل حديث هو عبارة عن وضع عقلي. وما هي صورة العالم بالنسبة لك؟ هل هي ضيقة أم مقيدة؟ أو هل يمكن الرجوع على الخلف نحو النعم الإلهية؟ حيث أظن بأنها هي ثقافة وأنت تمتلك ذلك وتسعى في رؤيتي على الساحة الحديثة، فتريد أن ترى الموسيقى في الهند والتقاليد الصوفية، وترغب في رؤية عمر خيام وابن بطوطة وابن سيناء وعلم النبات والتنجيم والرياضيات والجبر، حيث يوجد ذلك في الحساب والنظام العشري والصفر وعلم الفلك والإبحار، فتسعى في رؤية تلك النعمة الإلهية بدلا من الصورة المقيدة، وإدراك الحقيقة بأن الوقت قد تغير والشعب بدأ يعتبر ذلك حتى وصلوا إلى النتيجة النهائية. وما يلفت انتباهنا هو التطور الذي حدث في مجال العلوم والتكنولوجيا الحديثة. We can take the example at present, our President Abdul Kalam. He gave a new sight for the missile technology, and in the same way, Dr. Zahoor Qasim, he went to the Antarctica and he hosted the Indian flag there. And Dr. Owais Siddiqui, he was the former president of Tata Institute of Fundamental Research, and he was honored with one of the most prestigious award, that is National Award for Science Academy by the U.S. It is next to this Nobel Prize. And moreover, the Nobel laureate Abdul Kalam, Abdul Salam, who says himself as a Pakistani, but he is basically trained in India. So we can say also that if we get the opportunity, if we Muslims get the opportunity, we can prove ourselves as a good scientist and as a good technologist.
أما في اختبارات الخدمة المدنية فإن الطلاب البارزين قد استطاعوا أن يثبتوا جدارتهم فيها، رغم أن عدد المسلمين الحائزين على الوظائف الإدارية لم تكن تطابق نسبة عدد سكانهم. وعندما نحاول أن نلقي ضوءا على تحقيق المسلمين درجة التفوق في اختبارات الخدمات المدنية واختبارات التكنولوجيا، فإننا نرى وثبة كبيرة من أيام التقسيم القاسية. أما في مجال القوات المسلحة فإن المسلمين استطاعوا أن يعرضوا أسماءهم في مختلف الدرجات: اللواء إم عثمان بطل نوشير الذي أصيب بطلقة الأعداء النارية عام 1948 ميلادية، كما قدم عددا من الضباط المسلمين والرجال تضحيات جبارة خلال حرب كارجل. ويمكن ملاحظة هذه التقاليد في عالم القوات المسلحة منذ أيام جيش نتاجي سبات شندرا بوس الوطني الهندي، والذي اشتهر فيه شاهنواز ودهيل وصيغ البسم الثلاثي. وفي مجال الصناعة فإن عظيم بريمجي صاحب مؤسسة ويبرو يعتبر من أغنى الهنود، بينما لا تعتبر مؤسسة سبلة التي يمتلكها وايكي حميد من أحد المؤسسات الكبيرة في مجال الصيدلة فقط، بل ترتبط بمكافحة أمراض الإيدز وهي من شركاء مؤسسة كلينتون أيضا. وفي مجال صناعة الأدوات النحاسية فإن المسلمون استطاعوا أن يحققوا الرقية والسمعة في هذا المجال. ويعتبر إم إف حسين وإسف سيد أسطورتان في عالم رسم التصوير. وقد مر على تاريخ الهند المستقلة أزماء ثلاثة رؤساء مسلمين وعدد من الوزراء المركزيين والشخصيات البارزة وكبار الوزراء وحكام عدد من الولايات، الذي يعتبر بحد ذاته إنجازا عظيما. إن الدكتور ذاكر حسين هو أول رئيس هندي مسلم يمتلك شخصية علمية بارزة، وهو أحد رفقاء غاندي ونهرو. والرئيس الثاني هو أحد زعماء حزب المؤتمر القومي فخر الدين علي أحمد. أما الرئيس الحالي الدكتور إي بي جي عبد الكلام هو الصاروخ الهندي والعالم الذي يتمتع بموهبة فذة. وفي مجال التمثيل في مؤسسة الأفلام الهندية باليوود فإن الممثل يوسف خان المشهور بدليب كمار قد خطى خطوات جديدة ساهمت في أن يطلق عليه ملك المعاسي، وهو عضو في مجلس الشيوخ الآن. وبعد ذلك تألق نجم خان الثلاثي في الأفلام الهندية، وهم شاروخ خان وعامر خان وسلمان خان، في حين يسبقهم كل من فروز خان المخرج والممثل والمنتج السينمائي، وأخاه سنجي خان الذي استطاع أن يتألق في هذا المجال بإنتاج مسلسلا تلفزيونيا باسم سيف تيبو سلطان وجاي هنومان. أعتقد بأن السينما الهندية هي رمز للعلمانية، وإذا ما أصبح هذا الرمز يمثل الصورة التي يشاهده شعب البلاد، والذي هو عبارة عن شعب ينتمي إلى مختلف الطبقات، وعندما يرى العالم هذه الأفلام فإنه لا يشاهد الممثلين والتمثيل فيها، ولا يتجهون نحو السينما باعتبار أن الممثلين فيها ينتمون إلى نفس الديانة ليشاهدوا ذلك الفيلم. فكما تعلم بأن دليب كمار هو شخص مسلم، علما بأن جميع أبناء البلاد من مسلمين وهندوس ومسيحيين والسيخ يقدرون قدراته التمثيلية، فهو ممثل بارع ساهم في تنمية السينما الهندية، واستطاع أن يقدم وقارا للهند في الخارج بأدائه الجيد حيث يحترمه كل هندي، علما بأن البارزين على سماء السينما الهندية هم مسلمون هذه الأيام، وهذا يعتبر فخرا بالنسبة لنا. إذا ما تحاول إلقاء النظر على بعض الشخصيات التي استطاعت أن تظفر بمناصب جيدة والتي تكون دائما في مذكرة الجميع، فهم محمد رفيع في مجال الغناء، وكياسف ومحبوب خان ودليف كمار ونوصات في الموسيقية. وقد يمكن ألا تذكر بعضا منهم الآن، وعندما تلقي نظرة
وقضية تماشيهم مع التيار العام. وهناك شخصية أخرى وذلك في جنوب الهند في وينامبوري الذي يقوم بتحديد أسعار الجلد في العالم صباح كل يوم، كما أن عمال زاردوزي المسلمون يقومون بتصدير ما يزيد على 40,000 مليون. فبإمكانك أن تدرك مدى مساهمتهم في كسب الصفقات الأجنبية لرجال أعمالهم. إن التقسيم كان بمثابة كارثة للهندوس والمسلمين المقيمين على الحدود المواتية للبلدين، حيث بدأ المسلمون بجهد كبير من جديد، ونتيجة للصبر والعناية الإلهية على أبناء البلاد، فإن المسلمين والهندوس أصبحوا يشاركون بعضهم البعض في التيار الوطني العام، ويلعبون دورا بارزا في مختلف أوجه الحياة.